تتابعني اطحني او استعملي معلقتين من الشوفان المطحون، تمام؟ عليهم معلقة واحدة فقط لا غير من النشا. اوكي، اهي قدامكم ناو معلقتين الشوفان مع معلقة النشا. الماسك بتاع النهاردة مكون من 3 مكونات. حليب جوز الهند المبيض، اللبن، الحليب مش اليوغرت، اللبن الحليب. اوكي، هو ده البديل ليه. احنا دلوقتي عندنا المكونين الاساسيين جوز الهند او لبن بقري لكل لغات العالم، هو بقولها لكم. الشوفان معلقتين، معلقة واحدة فقط لا غير من النشا. هذا الماسك هوري لك انه اصلا ممكن يشيل حتى بعد لما تحلق دقنك كرجل وتحطه. هتدعي لي؟ اي والله، اي والله هتدعي لي والله. هنخش برقم 4. على 4 يا ماما، 4 هو من حق 4. يس بابي، 4 رقم 4. ربي ابو 5 عشان نخلص منها. رقم 4 من الحليب بتاع جوز الهند. وبتبتدي تخلطي كامل بتاعنا ده، يا اللي هو اصلا بيوضع على الوجه للتبييض ولتوحيد لون البشرة، ومعاه الاخ النشا لإزالة التجاعيد، ومعاه المكمل الغذائي العالمي في الهند، ام العجايب